الأخبار من الحدث. الحكومة العراقية تحيل وزير الصحة ومحافظ بغداد إلى التحقيق على خلفية حريق مشفى ابن الخطيب. مسؤولو العراق يحملون الفساد والإهمال مسؤولية حريق مستشفى ابن الخطيب. رئيس الأركان الإيراني يجدد تهديده لإسرائيل ويتوعد بسلاح وكلائها للرد على تجاوزاتها في سوريا. أمن الدولة يتسلم ملف أدوية إيران التي دخلت لبنان من خارج البروتوكول المعتمد. طابت أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، وساعة مفصلة عبر شاشة الحدث، والبداية من العراق، حيث قررت الحكومة العراقية وقف وزير الصحة وإحالته إلى التحقيق نتيجة حريق في مستشفى ابن الخطيب، حيث كلفت الحكومة وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادث، فيما أحالت محافظة بغداد وعددا من المسؤولين إلى التحقيق. كانت وزارة الداخلية قالت إن عدد ضحايا حريق المشفى وصلوا إلى 82، في حين بلغت عدد الإصابات 110. ورجحت الداخلية أن ترتفع أعداد الضحايا نظراً لعدد المصابين بحالات حرجة. وقالت الداخلية إن الحادث ما كان له أن يحدث لو كانت هناك احتياطات كافية، مؤكدة أن الأخبار عن حريق المستشفى كان متأخراً. وقال البيان إن بعض ضحايا مستشفى ابن الخطيب قضوا بسبب الحريق وآخرين رموا بأنفسهم. قالت الداخلية العراقية إن العراق شهد 7000 حريقا في الثلث الأول من العام الحالي. وحذرت الداخلية من افتقار عدد كبير من المؤسسات لأبسط أمور السلامة والدفاع المدني، مشددة على ضرورة التزام كل المؤسسات العامة والخاصة بقوانين الدفاع المدني بموجب القانون. من أمام مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل منتظر رشيد. أهلا ومرحبا بك منتظر، خالص التعازي على من ذهبوا ضحايا في هذا الحريق الكبير والسلامة للجرحى. الآن ربما هناك تطورات وكواليس كثيرة كشفت عبر تحقيق أو حتى إيقاف وزير الصحة ومحافظ أيضا بغداد، ما التفاصيل لديك منتظر؟ نعم بالفعل بدأت التحقيقات منذ ساعات الصباح الأولى، فرق المفتشين التابعين لوزارة الداخلية والمحققين أيضا الجنائيين وصلوا إلى مستشفى ابن الخطيب في ساعات الصباح الأولى، وشرعوا بعمليات التحقيق ومعاينة مكان الحادث الذي تسبب طبعا بمقتل العشرات، العدد ليس بالقليل، الأعداد كبيرة، حتى المصابين هناك حالات بعضهم خطيرة، يرقدون طبعا في مستشفيات أخرى. تم إخلاء طبعا جميع الراقدين في هذا المستشفى وتم نقلهم إلى مستشفيات الكندي الشيخ زايد وأيضا إلى مستشفى القناة الموجود على طريق القناة، وهو مكان أيضا مخصص للمصابين بكورونا. إذا تم توزيع المصابين على أماكن خاصة، لكن بعض هؤلاء كان يعاني من ضيق في التنفس، وأثناء عملية نقله فارق الحياة من هذه المستشفى بعد أن افترش بعضهم طبعا العراء هنا، بسبب أن الأهالي هنا المحيطين بالمستشفى قاموا بإنقاذ هؤلاء قبل وصول أصلا فرق الدفاع المدني لإخماد هذه الحرائق. الوضع يعني الذي يعيشه العراقيون هو وضع الصدمة نتيجة هول ما جرى من هذا الحادث الأليم. الإجراءات التي اتخذتها أيضا الحكومة على خلفية ما جرى، اجتماع عاجل فجر اليوم عقده مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، اجتمع بقيادات أمنية وبعض الوزراء وطالب بتحقيق سريع وعاجل. اليوم طالب من وزارة الداخلية بإجراء هذا التحقيق على أن لا تتجاوز مدة الانتهاء منه 5 أيام فقط. أيضا تلت هذا القرار سلسلة من الإجراءات الأخرى، إيقاف وزير الصحة تمهيدا طبعا لإقالته، إضافة إلى محافظ بغداد ومسؤولين كبار في وزارة الصحة من المسؤولين طبعا عن جانب الرصافة في بغداد. هناك إجراءات على ما يبدو اتخذتها الحكومة لمحاسبة كل المقصرين، بدءا من رأس الهرم وزير الصحة ونزولا عند
يعني المسؤولين الأقل درجة، نحن أمام كارثة منتظر كثيرة. هل كان هناك أي شكاوى من هذه المستشفى؟ أيام. هل كان هناك شكاوى سابقة عن هذه المستشفى؟ المستشفى يعود العمل فيه طبعا إلى العام 1962. نعم. من القرن الماضي. نحن أمام مستشفى قديم جدا، لا توجد فيه لا أجهزة إنذار مبكر ولا أجهزة إطفاء للحرائق الذاتية كما هو معمول فيه في بقية المستشفيات، وبالتالي الكارثة سواء كان سببها الإهمال أو أي سبب آخر كانت ستقع، وكانت أيضا ستؤدي إلى هذا العدد الكبير من الإصابات والقتلى. شكرا جزيلا لك من أمام مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد، كنت معنا مراسل الحدث الزميل منتظر رشيد. شكرا منتظر. حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال للحدث إن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة هو المسبب الأول لحادث حريق مستشفى الخطيب والإهمال المستمر في القطاع الصحي على مدى السنوات الماضية. المسبب الأساسي لكل ما جرى من فاجعة كبيرة فجعنا بها بالأمس حقيقة هو الفساد الذي ولد هذه المشكلة على مدى 18 سنة. لم يتم الاهتمام بالبنى التحتية، لم يتم الاهتمام بالمتطلبات القياسية، والآن سنسمع حقيقة صراخ كبير جدا وبيانات تصدر وتتوالى، لكن بالمقابل الحكومة العراقية تعمل لمواجهة هذه النكبة الكبيرة التي تعرض لها المواطنين العراقيين وخصوصا من الراقدين في المشفى. من بغداد تنضم إلينا المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر النوري. أهلا ومرحبا بك سيدة آيات معنا على شاشة الحدث. الحديث هنا وعبر مراسلنا أنه يتحدث أن المستشفى يعود العمل به من 1962، تاريخ طويل. من هذا التاريخ إلى الآن لم يتم فيه أي تجديد للبنى التحتية، خاصة وأن هناك اتهامات أصبحت واضحة الآن بأنه حوادث المؤسسات أو حوادث المؤسسات التي فيها فساد، وهنا نتحدث عن جائحة جديدة هي كورونا. هل كان من المفترض أن يتم الالتفات إلى مستشفيات تخص كورونا تحديداً؟ نعم، بداية تحية لحضرتك ولكل متابعين قناتكم. كما أود أن أتقدم بالتعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل إلى كل الجرحى والمصابين، وكذلك أود أن أتقدم بالتحايا للدور البطولي الذي قام به العراقيون الأبطال من خلال سطرهم أروع صور البطولة والفداء لإنقاذهم حياة المرضى وذويهم، وهذا طبعا ليس بالغريب على أبناء هذا البلد الأصيل. بالحقيقة احنا خلينا اليوم نشخص الخطأ ونعمل على معالجته، وليس أن كل حكومة عندما تأتي تلعن الحكومة والتراكمات التي قبلها وتتماهى عن الدور الرئيسي الذي يجب عليها أن تقوم به ومهمتها الرئيسية في هذه المرحلة. نعم، هناك بعض التراكمات من حكومة قد يكون سابقة، قد يكون من بعض الورث الذي ورثته هذه الحكومة، لكن بنفس الوقت على الحكومة اليوم أن تتخذ إجراءات حقيقية وقرارات ومعالجات تتوازى وتتساوى مع كمية الفاجعة التي حصلت في هذه المرحلة. يجب أن تكون هناك إقالة جماعية لكل من تسبب بهذا الفعل أو لم يتسبب. نعم، نحن في هذه المرحلة ننتظر نتائج التحقيقات التي طالبت بها الحكومة، وبغض النظر إذا كانت هذه التحقيقات أصدرت، إذا هذه الجريمة كانت أو هذه الفاجعة كانت بفعل فاعل أو لم تكن بفعل فاعل، مجرد التهاون ومجرد عدم المتابعة والمحاسبة والمراقبة هذا يعتبر جريمة إحنا في حد ذاتها. لذلك
اليوم على الحكومة أن تقوم بدورها الحقيقي في هذه المرحلة من خلال المحاسبة الحقيقية والردع وإقالة كل من لديه دور في هذه المؤسسة من أعلى هرم إلى أقل درجة أو إلى أقل درجة وظيفية. هذا من جانب. من جانب آخر سمعنا اليوم عن سحب يد وزير الصحة. إحنا في النظام الإداري العراقي سحب اليد هو إيقاف ومنع الموظف عن عمله لمدة 60 يوم مع استلامه نصف راتب خلال هذه المرحلة وإعادته بعد 60 يوم أو بعد انتهاء التحقيقات إلى مزاولة عمل آخر براتب كامل. إحنا لا نعتقد اليوم بأنه أرواح المواطنين بهذه الهوان، ولا نعتقد اليوم بأنه هذه الفاجعة الكبيرة وهذه الأرواح التي زهقت تتساوى مع مجرد يعني سحب يد أو مجرد إحالة إلى التحقيق. نعم نحن نطالب بالتحقيق حتى نعترف أو نتأكد بأنه هل هذه فعلا الفاجعة بفعل فاعل أو لم تكن بفعل فاعل، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضماد لجرحى ذوي الشهداء وجرحى الحادثة المصابين الذين درجة الإصابة مالتهم قد تصل إلى مرحلة خطيرة جدا، وأن يكون هناك هذه المحاسبة وهذه المتابعة الحقيقية من قبل الحكومة ومن قبل كل مؤسساتها. نعم نحن اليوم نرى بأن هناك الكثير من الحوادث تحدث في كل دول العالم، لكن بنفس الوقت نرى إجراءات حقيقية رادعة، ومصر خير دليل على ذلك. عندما رأينا حادث اصطدام القطارين كيف رأينا بأن الحكومة هي التي استقالت. لا نعتقد اليوم بأن الإقالة فقط هي حل كافي، ولكن يجب أن يكون هناك استقالة من قبل وزير الصحة إذا كانت فعلا الحكومة تحترم مواطنيها وتحترم الدماء التي سالت في هذه الفاجعة الكبيرة. المستشفى قديم وليست به منظومة إطفاء حرائق، وهنا نتحدث عن منظومة متهالكة. هل كان الأولى بالفعل الالتفات إلى أيضا حجم الكارثة هنا، الالتفات أيضا إلى مستشفيات أخرى قد تعاني من نفس الكارثة أيضا؟ نعم بالضبط. احنا مع الأسف بأنه لا نقوم ولا نقدم على أي إجراء حقيقي إذا لم تكن هناك خسائر كبيرة جدا. هذا قد يؤدي إلى مؤشر خطير وسلبي بأننا اليوم علينا أن نلتفت إلى البنى التحتية خاصة المستشفيات، وإحنا نعاني من ظرف صحي صعب جدا وهو أزمة كورونا، وندخل إحنا اليوم في ظل إصابات كبيرة جدا قد تصل إلى المليون إصابة. إضافة إلى ذلك اليوم هذا أيضا رسالة ورادع كبير جدا إلى الكوادر ليس فقط الصحية وإنما إلى كل الكوادر التنفيذية في كل مؤسسات الدولة، والتي لطالما طالبنا أن يكون هناك دور حقيقي للمتابعة والرقابة وحتى المحاسبة حتى لا يكون هناك خسائر كبيرة. مع الأسف في كل الأحوال الخسائر تكون هي المواطنين هي ضحيتها. نطالب بأن يكون هناك إعلان لنتائج التحقيق وأن يكون مطالبة بإجراءات سريعة وحقيقية من قبل الحكومة ضد نتائج الحادثة والفاجعة التي حدثت يوم أمس. شكرا جزيلا من بغداد كنت معنا المتحدثة باسم ائتلاف النصر أستاذة آيات مظفر نوري، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفي بعض الفاصل. وزير خارجية إيران يطلب من خامنئي تخفيف الضغط على فريق التفاوض في فيينا.
أهلا بكم جديد. بعد قصف مواقع إيران داخل سوريا عشرات المرات، توعد رئيس الأركان الإيراني إسرائيل بالرد، وقال اللواء محمد باقري إن هناك إجراءات سيتم اتخاذها مستقبلا ستعرض مصالح إسرائيل للخطر، مضيفا أن إيران لن تحدد هوية الجهة التي ستنفذ الهجوم ولكن ستكون ضمن ما سماه جبهة المقاومة. اللواء باقري قال بأن الإسرائيليين يعتقدون أن بإمكانهم استهداف أراضي سوريا وبشكل دائم وإلحاق الأذى بأماكن مختلفة وفي البحار، ثم يتوقعون عدم حصول رد. هذا وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن ضابطا سوري في الدفاع الجوي للنظام السوري التابع للواء 23 نفى أن يكون سبب الانفجار في الناقلة الإيرانية طائرة مسيرة. أشار رامي عبد الرحمن إلى أن الانفجار مفتعل وربما استخباراتي وليس حادثا عرضيا. ضابط بالدفاع الجوي في اللواء 23 في بانياس نفى لي بشكل شخصي بشكل قطعي أن يكون هناك رصد لأي طائرة مسيرة جاءت من أجواء لبنان أو جاءت من أجواء أخرى أو من عرض البحر واستهدفت ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل النفط الإيراني، سواء كانت مسجلة في بيروت تحت مسمى آخر أو مسجلة لحساب يعني شركة أخرى، ولكن بشكل قطعي هي تحمل نفط إيراني ودخلت إلى المياه الإقليمية السورية عبر قناة السويس مع ناقلتين نفط أخريتين أفرغت النفط في ميناء بانياس للنفط أو في شركة سورية لنقل النفط. لكن العطل اللي هو استخباراتي أو عطل فني حسب الذين كانوا موجودين على متن هذه الناقلة لم يكن هناك أي خطأ فني، كان هناك احتراق لخزان من خزانات النفط، يعني قد يكون هناك عمل استخباراتي عمل استهداف رسالة واضحة، لكن من قام بالقول بأنها طائرة مسيرة ليس شخص عادي بل شركة النفط أو المسؤول عن وزارة النفط في سوريا وسانا وأصدر بيان رسمي وقالوا عمل تخريبي وجاءت من جهة لبنان الطائرة المسيرة. لذلك أقول بأن الاستهداف أو التفجير أو احتراق خزان النفط هو مفتعل وليس نتيجة لحام عبر على متن هذه الناقلة. من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا سيادة العميد. سيادة العميد، أهلا. هذا الحادث يأتي في ظل أجواء متوترة بين إسرائيل وما بين أيضا إيران وأدرع إيران. إذا ما تحدثنا أنه حتى الاستهداف في المجال البحري له تاريخ قديم ربما يعود الآن بشكل أو بآخر في سلسلة هذه الاستهدافات، إلى أي مدى أنت مع ما طرحته وكالة تانكر أن بالفعل ما حدث ربما يشير إلى كواليس أخرى نحن مقبلون عليها بين العلاقة الإسرائيلية الإيرانية؟ الأمر يبدو واضحا، فهذه السفينة 13 التي تستهدف من قبل إسرائيل، السفينة الإيرانية 13، فالسفن الباقية استهدفت إما في خليج عمان في بحر العرب أو في البحر الأحمر أو في شرق المتوسط، هذه الحادثة الثانية من هذا النوع. وفي المقابل إيران استهدفت سفينتين إسرائيليتين. هذا الاستهداف بدأ منذ أكثر من سنة وهدفه تضييق الخناق سواء على النظام السوري أو على حزب الله. وأما بالنسبة للنظام السوري الذي لا يبدو أن إسرائيل يضايقها أو مستعجلة لإزالته، ولكن لفك ارتباطه بإيران. فالموارد موارد حزب الله قد انخفضت كثيرا بسبب العقوبات وبسبب الكورونا وبسبب الأزمات في الشرق الأوسط،
وأيضا النفط الإيراني الذي كان يهرب سواء إلى سوريا وحتى إلى تركيا أو إلى أماكن أخرى، كان قسم من عائداته يمون خزينة حزب الله. وبالتالي هذه الاستهدافات الإسرائيلية يمكن، ليس يمكن إنما من المؤكد أنها مرتبطة بالأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في سوريا من استهدافات للجهازيات الإيرانية العسكرية أو جهازيات حزب الله العسكرية التي يمكن أن تستهدف إسرائيل. كل ذلك يدخل في إطار الأمن، على الأمن الإسرائيلي. وأيضا خروج هذه العمليات إلى العلن وتوسيع رقعة الاشتباكات أو الصراع البحري إلى البحر الأحمر وإلى البحر المتوسط. وهنا الإشارة التي تحدث عنها محمد باقري أنه يتوعد بالرد ويضع ما سماه الآن بين قوسين جبهة المقاومة، هنا إشارة إلى أسلحة وأدرع إيران وأسلحتها في المنطقة، إشارة واضحة لأن الصراع لن يكون مباشر بين إيران وإسرائيل وإنما أيضا عن طريق وكلائها في المنطقة. من المؤكد أن إيران إذا كانت سترد، لأنه يبدو أن الرد الإيراني المباشر على إسرائيل هو غير وارد على الطاولة، لأن إيران عاجزة عن هذا الموضوع. لم تستطع إيران أن تنشئ في سوريا جهازية يمكن من خلالها رماية الصواريخ على إسرائيل أو الانطلاق من الأراضي السورية للقيام بعمليات في الداخل الإسرائيلي. ولكن ما يمكن لإيران أن تقوم به هو استعمال وكلائها في المنطقة أولا، أو القيام بعمليات مموهة، ربما اغتيالات لإسرائيليين خارج إسرائيل. وهذا ما قامت به إيران سابقا من محاولات أو من استهدافات، مثلا الباص الذي تم استهدافه في بلغاريا منذ مدة والذي اتهم حزب الله بالقيام بهذه العملية، وسابقا استهداف دبلوماسيين إيرانيين في لندن وحتى في أماكن أخرى من العالم. هذا ما يمكن أن تقوم به إيران. وأما إيران يمكنها أيضا أن تقوم باستهداف سفن إسرائيلية. لا أظن أن الموضوع سيتخطى هذه الأعمال. لا إيران تريد توسيع الاشتباكات إلى أو تصعيد الاشتباكات إلى درجة الحرب أو ما قبل الحرب. وما تريده إسرائيل أيضا من هذه العمليات هو نسف الاتفاق الذي يمكن أن يحصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لأن إسرائيل لا تريد العودة إلى الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، تريد أن يكون الاتفاق المقبل شاملا لتمدد إيران في المنطقة، لنشاطات إيران في المنطقة وتحديدا في لبنان وفي سوريا، وكذلك البرنامج الصاروخي الإيراني الذي تطور كثيرا في خلال المدة الأخيرة. إذن يمكن أن تكون هذه الاستهدافات هادفة لنسف هذا الاتفاق أو لنسف مفاوضات فيينا. أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح. من بيروت كنت معنا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا. في الشأن الإيراني أيضا، طلب وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف من المرشد الأعلى الإيراني، طلب منه تخفيف الضغط السياسي الداخلي على فريق التفاوض الإيراني الموجود في فيينا. ونقل موقع إيران إنترناشنال عن مصدر مطلع أن رسالة ظريف تضمنت أيضا وعدا لخامنئي بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. مرة جديدة يعود للواجهة ملف الأدوية الإيرانية التي أدخلت للسوق اللبنانية دون إخضاعها للبروتوكول المعتمد والفحوصات اللازمة، حيث أحيل الملف إلى رئيس مكتب أمن الدولة للتحقيق بحسب ليبانون ديبنت. وأضافت المصادر التي وصفت الملف بالمكتمل أن تلك الأدوية الإيرانية لم تخضع للآلية التي تفرضها عادة وزارة الصحة عند كل عملية تسجيل للدواء، كما لم تخضع لتحاليل في أي من المختبرات المرجعية 15 التي تعتمدها وزارة الصحة لإثبات أمانها. أكدت أيضا ليبانون ديبيت أن اللجنة الفنية لوزارة الصحة فضلت هذه الأدوية على حساب أدوية أخرى من بلدان لها مرجعية كإيطاليا وإسبانيا، ووافقت على دخولها السوق رغم عدم اكتمال أوراقها. لافتة
إلا أن ما يحصل هو استخفاف بصحة المواطن، لا سيما أن إيران بلد غير مرجعي طبياً بالنسبة للبنان. هذا وأشار أحد المحامين المتقدمين بالأخبار إلى أن الهيئة الصحية في حزب الله تقوم بوصف هذه الأدوية في مستشفيات تابعة للميليشيا وفي مناطقها، متخوفاً من أن تصبح هذه الأدوية بديلة لأدوية أخرى بشكل دائم ويضطر الأطباء وصفها للمرضى. من بيروت ينضم إلينا نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين. أهلا ومرحبا بك دكتور غسان. دكتور غسان، ملف خطير وخطير. أهلا ومرحبا. ملف خطير وخطير جدا إذا ما تحدثنا عنه الآن، وحقيقة ما كشف أنه يبدو أن هذا السوق مفتوح ليس من الآن، ولكن ربما ما حدث الآن وسلط الضوء على التهريب بشكل موسع ومنع كثير من الدول الدخول أو دخول منتجات لبنان بما يخص الخضر. لكن هنا الأدوية وقطاع الأدوية، إلى أي مدى هذا الملف خطير، وإلى أي مدى أيضا كواليسه ربما تكون لا يستوعبها عقل؟ لا، أول شيء طبعا أي دواء مهرب هو خطير، لو كان من إيران ولا من أمريكا ولا من أوروبا، لأنه الدواء عنده مواصفات، وبالتالي ترانسبورتيشن نقل الدواء وحفظ الدواء كله في عنده مواصفات معينة وظروف، يعني المفروض ما يكون في دواء تهريب. هلا بالنسبة للموضوع اللي أنت عم تحكيه، أول شيء أنا بحب طمن إنه بالنسبة ل بعد ما في استيراد دواء، ما لاحظنا نحن استيراد دواء من إيران، يعني الصيدليات بلبنان جميعها بكل المناطق ما فيها دواء إيراني. في اللي صار في دواء إيراني مع أدوية من عدة دول كهيبات ومساعدات بعد موجة الانفجار المرفأ، أخذ فات على لبنان مساعدات هبات أدوية من دول عديدة، والدول الهبات اللي بتيجي ما بتخضع على مواصفات الدواء المسجل بلبنان، يعني ما بتخضع، يعني مش طيب مش من الشروط. ولماذا أحيل هذا الملف للتحقيق دكتور غسان إذا كان لا وجود لهذه الأدوية في السوق، الأدوية الإيرانية تحديدا؟ أنا برأيي ملف التحقيق أنا اطلعت عليه وشفته هو عم بيطعن بأنه الدواء الإيراني اللي تسجل، لأن في كم عدد من الأدوية الإيرانية قليلة تسجلوا بوزارة الصحة، فهو عم يطعن بتسجيل الأدوية أنه غير مكتملي الصفات أو المواصفات. بالحقيقة أنا اللي بدي أقوله أنه اللجنة الفنية بوزارة الصحة اللي بتقبل الدواء، اللي هي مكونة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء، هذه اللجنة جايب القانون وهي اللي بتحط المواصفات والشروط اللي بينقبل فيها الدواء. يعني ما في عنا بالقانون شروط موضحة للواحد يطعن فيها أنه والله خلفنا القانون أو خلفنا مادة معينة. اللجنة سيدت نفسها وهي اللي بتحط الشروط لقبول الدواء، وبالتالي ولكن أليست هناك مراحل دكتور غسان يمر بها الدواء ليأخذ الموافقة الأخيرة على أنه دواء آمن وصحي وليس عليه أي مخالفات؟ أكيد. يعني هناك بروتوكول موقع للأدوية، ولن يكون في ظل شهر أو شهرين على الأقل يمر بمجموعة اختبارات. صحيح. هل حدث ذلك في لبنان مع أدوية إيران؟ كل يا حبيبتي، ما في أدوية من الإمارات وفي أدوية من السعودية وأدوية من مصر ومن الأردن ومن تونس، نحن منسجل بلبنان أدوية من دول العالم الثالث. أنا شخصيا كنقيب صيادلي أنا باخذ دواء الأمريكاني والأوروبي، ولكن بلبنان كل الأدوية من دول العالم الثالث مسجلة بلبنان، والشروط التسجيل هي واحدة للجميع. فإذا بدنا يعني يا بدنا ناخذ قرار، يا أما نحن ناخذ بس دواء الأمريكاني والأوروبي اللي هو الـ FDA approved وإيميا أبروفد، هذا 100% أدوية مضمونة. الحالة التي تمر بها لبنان دكتور، الحالة التي تمر بها لبنان، يعني الكواليس أيضا ما بين ما تفعله إيران في المنطقة وهنا استخدامها أيضا، ونحن نعلم الذراع الأساسي لإيران داخل لبنان حزب الله، إلى أي مدى هناك مصداقية وشفافية في هذا المجال تحديدا؟ ما المانع أن يتم تهريب دواء أو لا يمر ببروتوكول معتمد؟ ما هو المانع؟ ما في بلبنان دواء أنا عم بحكي على القطاع اللي أنا مسؤول عنه بالصيدليات والمستشفيات بلبنان، ما في دواء في التهريب لا من إيران ولا غير إيران. في دواء إيراني دخل كهبات على بعض المؤسسات الخيرية
مثل ما فات أدوية من عدة دول تانية كمان هبات مساعدات بعد انفجار المرفأ، وهيدي الأدوية نحن غير خاضعة على نقابة صيادلي والقطاع الخاص نحن مسؤولين عنه. هيدي هبات توزع مجانا ونشروطها أنها بتفوت من دون ما تكون مسجلة بوزارة الصحة. طيب ما قضية أني غير مسجلة في وزارة الصحة هذه كارثة، من أين يضمن المواطن العادي عندما يشتري دواء أنه آمن وبدون أي مشاكل؟ عم برجع عدلك، ما بيشتري دواء المواطن، المواطن بيشتري من الصيدلية، والصيدلية ما فيها أدوية مهربة ولا أدوية فاتت بدون موافقة وزارة الصحة ولا أدوية غير مسجلة. عم قل لك هاي الأدوية بتدخل على مستوصفات ومؤسسات خيرية، بتجي هبات ومش من إيران بس، تجي من عدة دول، من مصر ومن الأردن ومن في من أمريكا وفي من بعض الجمعيات بأوروبا. هذه أدوية هبات بتجي وتوزع طيب مجانا. هو سؤال أخير حتى نفصل هذا النقاش، وزملائي يسمحوا لي بيسمحوا لي، حضرتك نقيب الصيادلة، هل يكون هناك من قبلكم مرور على هذه الهبات وعلى هذه الجمعيات الخيرية أنه لابد من الكشف عن هذه الأدوية؟ هناك مرور من قبلكم؟ لا هذه مسؤولية وزارة الصحة بس، نحن ما بالقانون لا نكشف عليها. نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين. شكرا دكتور غسان. لبنانياً أيضاً يدخل اليوم حيز التنفيذ القرار السعودي بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية لأراضي المملكة أو حتى المرور منها. الإمارات أكدت تأييدها قرار المملكة بحظر المنتجات الزراعية اللبنانية. أعلنت أيضاً مملكة البحرين تأييدها للقرار، وأكدت أنه يحمي المجتمع السعودي من المخدرات ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما أبدت سلطنة عمان تأييدها لجهود السعودية في مكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها. أما الكويت فرحبت بالقرار ودعت السلطات اللبنانية لضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تتسبب في حظرها. أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الرأي الكويتية عن توجه الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضروات اللبنانية برا وبحرا وجوا، مشيرة إلى عقد اجتماع أمس بين وزارة التجارة وكبار المستوردين بشأنها. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. اجتماعات للجنة العسكرية الليبية اليوم وغدا وسط توقعات بتعقيدات على خلفية ملف المرتزقة. لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين بين الإخفاقات والنجاحات. تقدمات مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى. الانتصارات والخسائر. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفرق. يا الله. كل هذا يصلك في لحظة. ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث. Thank you.
أهلا بكم من جديد. بالتزامن مع الجدل وبشأن موقف حكومة الوحدة حول ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يصل اليوم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى مدينة سرت وسط البلاد تمهيداً لعقد اجتماع للجنة العسكرية الرابع في مقرها الدائم بالمدينة. أفاد مراسل الحدث أن الاجتماع سينطلق بمشاركة البعثة الأممية وفريق المراقبين الدوليين ومندوبي اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العسكرية. من المقرر أن يبحث الاجتماع تنفيذ النقاط العالقة في اتفاق وقف النار وإخراج المرتزقة تمهيداً لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة ونزع الألغام. إلا أن آمر غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة اللواء إبراهيم بيت المال كان قد أعلن سابقاً أن الطريق الساحلية لن تفتح قبل إخراج المرتزقة وتراجع قوات الجيش الليبي، الأمر الذي ينذر باحتمال حدوث تعقيدات على اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة. من بنغازي ينضم لنا الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي. أهلا ومرحبا بك دكتور فرج. دكتور فرج، يعني ليبيا تنطلق من مربع إلى مربع آخر، ربما هنا الحديث على أنه هذه الانفراجة يعقبها الآن جزء من التعقيدات حسب ما يتحدث عنه كثير من المحللين السياسيين. مناقشة النقاط العالقة، وهنا الحديث عن ملفين مهمين كانوا في بداية المباحثات، إخراج المرتزقة وأيضا فتح هذا الطريق المهم ونزع الألغام. يبدو أن هناك تعقيد سيسبق اجتماع هذه اللجنة، إلى أي مدى هناك تخوف من هذا الأمر؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. في البداية يعني ممكن أن أضع عنوانا لمثل هذا التعقيد، وهو لماذا هذا التعقيد؟ لأن يدركون تماما بأن حلحلة هذه المسائل ستؤدي إلى بداية إنهاء الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا في مصراتة وفي طرابلس، ولذلك تركيا ووكلائها في غرب البلاد تحديدا يضعون التحديات ويستخدمون بعض الفزاعات، حتى نضع النقاط على الحروف، مثل فزاعة الفاغنر التي يتم الترويج لها واستخدامها خاصة في الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا استخدامها لتبرير استمرار الوجود التركي. الآن في نهاية الأمر من الناحية الموضوعية، لجنة 5+5 ستجتمع اليوم مع لجانها الفرعية العسكرية والأمنية لتتبادل الحديث حول التقارير التشغيلية والعملياتية لهذه اللجان الفرعية، لأن هذه التقارير هي التي بناء عليها سيأتي القرار من قبل المستويات القيادية العسكرية أو حتى المجلس الرئاسي بشأن التعامل مع مسألة فتح الطريق. إذا ما أضفنا عامل آخر، أن مسائل التسريع بعمل أو تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة فضلا عن كونها ستؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، أنها تتصل بخارطة الطريق السياسية. عندما مثلا نتحدث عن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم يتطلب أولا خروج القوات الأجنبية بدون استثناء وخروج المرتزقة وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتمثلة في تفكيك الميليشيات والأسلحة. بدون النجاح في الاستمرار في تنفيذ مخرجات المسار العسكري، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تقويض هذه الخارطة السياسية وعلى رأسها الانتخابات، وهذا ما أشارت إليه السيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تكرارا ومرارا. إذا ما أضفنا آخر مسألة أخرى، وهو العامل الإقليمي والدولي، خصوصا مع الأحداث التي تسير الآن في تشاد، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الأطراف الإقليمية يعني مهتمة بمسألة إعطاء الزخم للمسار العسكري، لأنه يبدو أن هناك اتجاها لمحاولة تثبيت الأوضاع في الجنوب. يبدو أن هناك قلق وهناك تقارير استخباراتية يعني مفادها أن هناك زعزعة للاستقرار خاصة من قبل بعض المجموعات الإرهابية والمعارضة الشادية، ناهيك عن أن هناك ثمة مسألة لاحتواء هذه المعارضة الشادية فيما يتعلق بالداخل التشادي، وهذا الأمر ما نلمسه عبر تصريحات قادة الحزب الحاكم في تشاد. ومن ثم نحن الآن أمام مجموعة حزمة من الإجراءات، هذه الإجراءات تتطلب مسألة يعني إعطاء الزخم وتسريع تنفيذ عمل المخرجات المسار العسكري. لكن ألا يلفت النظر حديث آمر غرفة عمليات سرت والجفرة إلى أنه هناك
تناول قضية إخراج المرتزقة وتفكيك هذا الملف برمته، ولكن عاد وقال تراجع قوات الجيش. ما رد الجيش؟ ماذا سيكون رد الجيش؟ نعم، الجيش في نهاية الأمر يتعامل بشكل موضوعي في إطار عمل لجنة 5+5 بشكل مهني وليس بحسب تصريحات قادة الميليشيات. المسألة الأخرى، تعامل الجيش الحكيم سيحشر هذه المجموعات في الزاوية، لأنها ستثبت أمام الأطراف الدولية سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الأطراف الإقليمية أو حتى البعثة الأممية بأن هؤلاء يتكلمون أولا بأنهم معرقلون للسلام ومعرقلون لمسألة تثبيت وقف إطلاق النار، هذا وصف وتهمة ستلحق بهم، هذه نقطة. النقطة الأخرى بأنهم معرقلون لمسألة إنجاح خارطة الطريق السياسية. نعم. ومن ثم نحن ندرك هذه المسألة في نهاية الأمر، هذه الأصوات لا وزن لها، قد يعني تصرخ من الفينة والفينة، قد تعرقل المسألة وهي إلى حد الآن يعرقلت مسألة فتح الطريق، لكن في نهاية الأمر سيزداد الضغط عليها نظرا لأنه كما قلت لك بأن المسار الأمني بات يرتبط بملفات إقليمية أخرى وبمصالح أطراف أخرى. شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح، كنت معنا من بنغازي الدكتور فرج زيدان الباحث السياسي والاستراتيجي الليبي، شكرا دكتور. دمرت الدفاعات الجوية السعودية مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وقال تحالف دعم الشرعية في بيان أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. أضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل محاولاتها العدائية الممنهجة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. ومع اشتداد المعارك في جبهات غرب وشمال مأرب، تفقد رئيس هيئة الأركان الجيش اليمني الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز سير العمليات العسكرية في جبهات المنطقة الثالثة، حيث أكد استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر ميليشيات الحوثي واستعادة السيطرة على كافة المناطق. من جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة على استعداد الجنود وجاهزيتهم لإفشال مخططات الميليشيات والتعامل مع هجماتها الانتحارية. يمنيا أيضا، أعلن الجيش اليمني ضبط شحنة مواد في الساحل الغربي اليمني تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة تحملها 4 سيارات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. وبحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة، فإن دورية أمنية تابعة للواء باب المندب هي التي ضبطت الشحنة المذكورة في شعاب أودية الخامري بالقرب من منطقة السقية بعملية أمنية واستخباراتية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر فوقه. وفي القاهرة التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيتس، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن وسبل دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. ووصل جريفيتس إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام. ذكرت المصادر أن جريفيتس سيبحث في جولته آخر التطورات على الساحة اليمنية على ضوء الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي ينهي الصراع الممتد منذ أكثر من 6 سنوات. دعما لصمود مدينة مأرب بوجه هجمات ميليشيات الحوثي الانقلابية، أطلق صحفيون وناشطون يمنيون حملة إلكترونية على مواقع التواصل تحت وسم مأرب تواجه مشروع إيران. تهدف الحملة وبحسب بيان المنظمين لها إلى إظهار حالة صمود الجيش أمام الحوثيين وحجم الالتفاف الشعبي والرسمي الكبير خلفهم في مواجهة الأطماع الإيرانية في اليمن، وبحسب البيان داعين للمشاركة الإيجابية في هذه الحملة.
في مصر، وبمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هذا اليوم سيبقى راسخا في المجتمع المصري، وأن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام والسعي للتقدم والازدهار في ذات الوقت، مشيدا بالقدرة العسكرية والدبلوماسية لبلاده. ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارا عسكريا ودبلوماسيا، بل امتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريا وسياسيا. فلم تكن أبدا الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى. ونحن اليوم نسترجع هذه الذكرى المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب، تنهل منه الأجيال القادمة معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، ومثالا يحتذى به. قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا جان فرانسو ريكار إن التونسي البالغ من العمر 36 عاما والذي طعن شرطية في مركز الشرطة في رامبويه بالقرب من باريس الجمعة متطرف بما لا يمكن التشكيك فيه، وكان يعاني من اضطرابات في الشخصية. وصرح قاضي التحقيق للصحفيين أيضا أن شخصا خامسا هو ابن عم المهاجم أوقف على ذمة التحقيق بعد يومين على الاعتداء الذي نفذه جمال قورشان. قال رئيس الوزراء الهندي إن الارتفاع الكبير في حالات فيروس كورونا الذي تشهده الهند يمثل صدمة كبيرة للبلاد، مضيفا أنه على ثقة بأن الشعب الهندي سيخرج من الأزمة الحالية خلال وقت قريب. وطالب مودي مواطني بلاده بتلقي لقاح فيروس كورونا إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية. محله قنبر علي أو أحد أعرق أحياء بغداد اشتهر بالتنوع، وسكنته الآلاف من العائلات اليهودية قبل عام 66. الزميلة تسابيح مبارك زارت الحي وأعدت التقرير التالي. سلامة وأبعد سلامة. محلة قنبر علي ببغداد حي عريق قديم بقدم المدينة، تتجول فيه وعبق الماضي يفوح من كل الزوايا. هنا عاش اليهود في بغداد برفقة كل المكونات المذهبية الأخرى، كما يطلعنا أبو بشار الذي عاشر كل الأطياف هنا، لا يجمعهم سوى السمر والإلفة وحسن الجوار. هذا السوق كانت سكنة يهود وسكنة صبة ويزيديين وشيعة وسنة. أنا عمري بذاك الوقت 17-18 سنة تقريبا، 200-300 واحد أنا بالمنطقة ما أعرف هذا من يا عشيرة وهذا من يا عشيرة. أما العم أبو بشار فله حكايات مع جاره اليهودي هي كل ما يملكه الآن. هاي المنطقة يسموه مالطائفة اليهودية. كان اليهود هنا. هنا اليهود. كم أسرة كانت بهذا الحي؟ يعني الله لا يكذبني فد 1000 أسرة أكثر. وإمتى راحوا من الحي؟ راحوا تقريبا شوية شوية، هم هاجروا، مو يعني ناس السلطة دفعهم، لا هم هجروا، راحوا شوية شوية. سنة كم تتذكر حجي؟ من تقريبا من سنة 69-68 هم هاجروا شوية شوية، بقى قليلين من عدو. تاريخ اليهود في العراق بدأ مع سبي اليهود من قبل الأشوريين ثم البابليين، ومع بدء عهد الدولة العباسية وبناء بغداد كعاصمة لدولة الخلافة ازداد عدد اليهود ولم يشعروا بالتفرقة في المعاملة إلا في عهد الخليفة هارون الرشيد والخليفة المتوكل. وفيما عداهما فقد كان العصر العباسي عصراً ذهبياً لليهود في العراق، وأصبحت بغداد حينها المركز الديني لليهود حول العالم، حتى أن جميع الإشكالات الفقهية اليهودية كانت ترسل إلى كبار حاخامات اليهودية في بغداد للنظر فيها.
وبعد كل هذه السنوات تبقى بصمات العائلات اليهودية باقية في قلب العاصمة العراقية، تحدث عن عصور لم يفرق فيها أهل العراق بين عراقي وآخر ومذهب وآخر، ولم يكن للطائفية صوت يسمع. عدد مقدر من يهود بغداد سكنوا في هذا الحي. عموماً اليهود في العراق في التاريخ المعاصر سكنوا في المدن في أقاليم جداً كانت موجودة في الريف شمالي العراق، ولكن من تركزوا في المدن كانوا يتوزعون في البصرة، بغداد، الموصل، الديوانية، سليمانية، العمارة، تكريت، بل وحتى في النجف كان هنالك حي لليهود يسمى عكت اليهود، وفي الموصل هناك سوق لهم كان يسمى سوق اليهود. لقناتي الحدث والعربية، تسابيح مبارك من محلة جنبر علي بغداد. الأخبار من الحدث. الحكومة العراقية تحيل وزير الصحة ومحافظ بغداد إلى التحقيق على خلفية حريق مشفى ابن الخطيب. مسؤولو العراق يحملون الفساد والإهمال لمسؤولية حريق مستشفى ابن الخطيب. رئيس الأركان الإيراني يجدد تهديده لإسرائيل ويتوعد بسلاح وكلائه للرد على تجاوزاتها في سوريا. أمن الدولة يتسلم ملف أدوية إيران التي دخلت لبنان من خارج البروتوكول المعتمد. شكراً لكم مشاهدين على حسن المتابعة. تطيب أوقاتكم دائماً أينما كنت. إلى اللقاء.